عدنا إليكم من جديد يا شباب. عدنا إليكم. عدنا إليكم من جديد من جديد. ولا. من جديد. آه. من جديد. ولا. من جديد. من جديد. من جديد. عارف صوتي متغير سنة بس عشان لسه قايم من النوم وتعبان سيكا عند برد. فبما إننا صاحيين وتعبانين وقايمين من النوم كده فنخش على الليل كده عشان نصطبح الصبح. أقول لك لازم تبدأ يومك بالنشاط والحيوية وقلة الأدب على الصبح. انت فوق احسن حاجه تبدا بقى يومك ليك يا شباب. طبعا الفل يا عم. او يا مدحت والله يا اسطى كنت حاسس يا اسطى كان عندي احساس كده لما يجوا سبورت فاهم الصبح على الصبح سبورت اولاد المره بس ايش تو ماشي يا عم فكرة العب ايه سبورت ولا ايه سبورت مش عارف يا اسطى معانا اتنين اي بي ف العب هيل ولا ايه مش عارف او زد يا نهار ابيض ولا انزل تانك بس برضه حتى لو نزلت تانك الجيم عموما شكلها مش لطيف خالص انزل سراكه وخلاص سراكه مليئه بالطاقه يا ضحك الو راح فين يا ضحك لقيته الضحك برد مبوظنا خالص يا جدعان ها كارسس اوكي يبقى ننزل سراكة يا اسطى هو يضرب بلط من هنا واضرب بلط من هنا ونشوف بقى مين اللي هيموت التاني يا اسطى ايزي يلا اوه ياه على هلا تعال يا حبيبي واو فشخناهم يا جدع كده اشتغل اربع كلات هلوين اوي في الايرلي جيم انا كتير من لعبت السراكة هتلاقيني تعبان اوي في الاول الدفعية اوي شايف فايت فوق بس معيش قلت وبيعمل اوف التوب لين مش عارف والله بقى 4-1 يس التوب لين خلاص كده جي جي ليفل 6 معوش قلت شفتش قلت انا خدت الستان ازاي مش عارف نايس عاش يا اسطى خدت الستان ازاي بتاعت اسمها ديت بتاعت الولع ايكو دي ارحم امي العيانه انا معايا قلت الوقت المفروض بقى اي حد يجي يموت فيهم ده يا اسطى قلت مش عارف ادوس قلت فين ده العيال كلها متفايده لا الواد اللي بيلعب في الميد ده برينس بصراحه الفورم بتاعه حلو قوي احنا الدنيا ماشيه معانا نوعا ما بس عارف ايه بقى احنا بنخسر في الكلات مقدرش استعمل لك حاجه استعمل. والله لسه دايس على البارير يا بابا انا شايف وشايف البتاع بتاعته بس ولا فد اهو جي جي تدنس يا بابا والله هم كلهم حلفين يموتوني فاهم ضحك السنين 0-8 يا اسطى لكس كسبت يا اسطى ضحك السنين الفكره اللي هم كلهم عملوا كومبو بومب عليا يا اسطى حته كومبو بومب بصراحه يعني اللي هو ضحك اللي بعده واو يا اسطى جارين جونجل يا اسطى وات انا قلت جاك ستوب وايكو جارين جونجل ماشي اوكي يا اسطى حلوه يا اسطى تجيبني عارف انا اروح فين اروح اكامبو بالجونجل ده راح لهم البوت لين بس ماشيينهم جارين ايه Thank you.
لا 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 What? أبي أبي أنت دول أيست تعال 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 نعرفك في عيشتك يلا A few moments later أجيلك تاني خيست نوب لولا الشيلد بتاعه ياسطا كان زينو ماي لول موته ده انا النهارده معاك يا اسطى ده انا مش هعمل حاجه اللي انا قاعد في الجنجل عندك يا اسطى النهارده نروح نشوف عمو جارين ده فين ها يا اسطى على صح مش عايز الرد بتاعتك يا صاحبي اوه هاي ازيك يا اسطى انا مش عايز الكلاية يا صاحبي المهم اللي انت اديتها كلاية تاني مش طول اوه جارين نقادر صح يا عين عليك يا ابني جارين ده معايا جارين ده لعبتي النهارده انا النهارده قاعد لجارين بس جايب اتاك سبيد بوتس حلو ده جميل ده شايفكم بتبوش يعني مفيش اي احترام خالص يعني هلا هلا سعد ياسر هتجيبه ما تجيبه عاش عاش لولا الالت بتاعته والله يلا ده انت لعبت النهارده يلا اروح البلو المره حظك لسه ما جبتش ميامي يعني ما جبتش حاجات كتير ريت البس خد الريد واروح له شكرا يا اسطى على البلو يا اسطى كرارارا كرارارا ياستا ما يتوار ياستا نعد بقى الود راح فين ما هي طريقة ورايا
وجارن اصلا عرفان مني دلوقتي. تأكد يا اسطى من اللي انت عايز تعمله ده يا اسطى. لا 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 انا قاعد بص الجنجل بتاعتي يا اسطى فجرم في الطب معرفش اعمل ايه في الطب بس مش. لا يعني مش لاقي حاجه في الجنجل لكن راح طب يا عم ما جاي لك يا اسطى. ايزي يالا فري ريد يالا. ودي احبابي الصغار اخذ الاخرة اللي يلعب جارين جونجل اصلا كايد بسمعي ده هتقند فاتي جول ايلا جي جي جيم كانت ايزي اوي جدعان والله حاجة ده لا 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 انا كل عليا بس اللي هتلاقي جارين واقعد ارازي فيه بس خليه ما هوش عارف يلعب الجيم. خد يا اسطى اونر يا اسطى والطب برضه لعب حلو والله. وروك روك جاب فريست بلاد ده اصلا اول ما نزل انا يعني شويه بس يعني ضيعت الايرلي جيم ان انا اروح بس الجارين بس مش اكتر. انا جال اي بلس ساد عشان الموتين برضه دول ده راح اف كي جاكس راح اف كي. هي بصراحه انا اول ما شفت جارين جونجل قلت يعني بصراحه صعب قوي اللي هو ايه يكسب بامانه يعني. على العموم يا اسطى انا مش هنتريق على حد يا اسطى ساعات بلعب حاجات غريبه كده جونجل. جالنا 36 البي فاضل لسه جيمين تقريبا ما مش عارف يعني هو وين 4 5 لوز بس هي شويه شويه بدات تظبط شويه يعني الوين ريت بتاعنا بدا اهي شويه شويه يعني المهم هو يعدي 50% بس يعني مثلا ايه ان الوين ريت بتاعي يعدي 50% تبقى حاجه كويسه. طب بعد كده الدنيا تظبط معانا وده كان بالنسبه للحلقه دي يا شباب 61 ال بي سيلفر 2 عملنا شويه تقدم وبيس اشوفكم في الحلقه الجايه.